يوم الساعة 9 مساء مباراة الأهلي والزمالك، وطبعا احنا بناخد دلوقتي توقعات العصايطة لهذه المباراة. رأيك ان هذا المباراة كم؟ 2-1 ان شاء الله الأهلي. اشمعنى 2-1؟ 2-1 بالجيل الماتش هيبقى متحدد مصر. من وجهة نظرك شكلك زملكاوي. زمالك 3-0. طب مين اللي هيفوز الزمالك؟ يعني ساسي. مين؟ ساسي وبن شرقي ان شاء الله. الزمالك كم؟ 3-0 ان شاء الله. الأهلي 3-1. 3-1 2-1 الأهلي. مين طب اثنين؟ مين الورقة الرابحة الأهلي؟ كلمني. قفشة يعني الورقة الرابحة. مصطفى محمد انت محددهم يعني؟ ليه؟ قفشة ان شاء الله. قفشة ده كله مجمع القفشة. طب مين الورقة الرابحة اللي هينزلها المدير الفني النهاردة بالبلدي؟ أفشة.